فرصة معانا الفنان صاحب الصوت الجميل وصاحب الشعبية الكبيرة الفنان صابر الرباعي. عايزين نسمع صوتك دلوقتي على الهواء بمناسبة الحدث الكبير ما بين الأهلي والترجي، مصر وتونس. ممكن يسمعنا إيه على الهواء دلوقتي بمناسبة الحدث الكبير ده؟ ولو انا ما نحبش الغناء في التليفون وفي لكن يعني بس خلي بالك صوتك حلو في كل الاوقات. شو تحب تسمع مثلا؟ اعطيني اي حاجه. مش عارف، انا ما مش عارف، مش مركز بدرجه كبيره. علبة شب ورده في خد بيمسع للحلوين، ده جمال اصلي بتاع بلده، ما شفت زيه اتنين من الكتل العظمه يعد. قلبي بيشبع دقات، ده جمال واصل ومعدي، ما هو برضو الناس مقامات الى اخره يعني. لا صح، اغنيه ما شاء الله جميله ومكسره دنيا الفنان الكبير صابر الرباعي. احنا بنشكرك، شكرا جزيلا. والمباراه الثانيه بندعوك على الهواء ان شاء الله تكون موجود في استاد القاهره وتشاهد المباراه، مباراه الاهلي امام الترجي باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لكم. ان شاء الله. شكرا للفنان الكبير صابر الرباعي. وشايفين العلاقه الحلوه.